بدك شيء انا طالعه. تعال خالي شو بدك؟ وين رايحة؟ شوف مهند فرحانة بحالك؟ حاببته طاير عقلي فيه. اي قعدي حبي ما حدا ضدك، بس لتورجي هالشي لتفرجي انه انت ضل حالك عليه. نذكر مال الله حاش تقمعيني؟ لا بدي اقمعك وروحها ما في وما بدنا نشرب قهوة. موعدته للزلمة وناطرني هلا بيزعل. بالعكس رح يحبك اكتر. ندى شو هي رح يحبني اكتر؟ اعملي مثل ما عم قلك بالحرف، بكرة بتشوفي. اصلا انتي ما عم تعملي هيك غير كرمال تأخريني على موعدي. يلا باي. عادي عم قلك ما في روحة. لك شبكي اليوم شو صاير لك؟ مو صاير لي شي، انا لاني بحبك وبخاف على مصلحتك عم بعمل هيك مو اكتر. لو بتخافي على مصلحتي وبتحبيني بتخليني روح شوف مهند. بتشوفي ما رح يطير. بالله وكيف بدي شوفه بالمنام وحضرتك مانعتيني؟ فروحتي حبيبتي انا ماني عم بتحكم فيكي، بس انا شايفتك كتير من دفعتي جاه هاي العلاقة. اي مزبوط لاني مرتاحت له. او عم بتحبي؟ اي اكيد انا حاببته كتير وانا ماني ضدك، بس اسمعي مني خليه هو يركض وراكي، لا تركضي انت وراه. لك الشباب بيحبوا البنت اللي تقيلة، فهمي بقى. يمكن معك حق. وبيحبوا البنت الراكزة يلي ما بتعطيه نش من أول الشي. هلا أنا بسمع هيك حكي من رفقاتي بس ما بعرف. اعرفي وما بيحبوا بنوب البنت الخفيفة يلي بتجلق حالة جلق عالشب كل الوقت اتصالات وين كنت ومع مين وشو عملت وشو ساويت. بيكرهوها مام؟ ما قلت بيكرهوها، بس رح ينفروا منا 100%. ايه بس هي بتكون كتير بتحبوا للشاب. ايه بس ببساطة الشاب ما بيفهم هيك، بيفهم شغلة واحدة انه الصبية قاتلة حال على جون ترافولتا زمانه، وهيك بتكبر الخسة براسه بعدين بيتركها وبتجي وحدة تانية بتخليه يروح هو يركض وراها. والله معك حق. لهيك يا فروحتي هدي لي مشاعرك على نار رايقة لتوصلي لنتيجة. ما قصدك كرمال ما يتركني ويحكي عني قدام العالم انه انا كنت ضالقة حالي عليه. تماما. طيب بس خليني اتصل فيه اعتذر. كمان لا والله ما بصير هيك. هو اذا بحبك عن جد هلأ رح يقلق عليك ويتصل هو يسألك وينك. وإذا اتصل فيني قل له ندى خانو ما خلتني اطلع شوفك ما؟ لا بتقلي له انشغلت كنت نايمة اجانا ضيوف على فجأة نسيت. نسيت؟ هي أحلى كلمة بتنقال للشب. نسيت يعني الموضوع مو مهم عندي. بتعرفي شو يعني بتجننه هي الكلمة وبتخليه يركض وراكي؟ هلأ فيها وجهة نظر. برافو عليك فروحتي، هلأ حبيتك. بس الله يوفقك، يعني والله خايف يزعل مني، خليني ابعت له بس مسج صغير. فرح اجمدي بقى، يعني هلأ كنتي مقتنعة وعين الله عليك، شو بصر لك فجأة انتي؟ لك والله بعرف انه بدك مصلحتي، بس انا شو ساوي بقلبي؟ اه بدي قلبك يتدلل ويكون بين ايدين شخص عن جد بيحبك ومقدر شو عنده. دخيل قلبك يا ندوستي. لشو لكان اسم الرفقات؟ لكن اسمعي خلينا نساوي قهوة ونقعد نشرب وننطر. هذا الصح، وهلأ منشوف إذا رح يدق ولا لا. قومي قومي ساوي لنا قهوة. ابساطي هذا تليفوني شو بدك فيه؟ والله حبيبتي ما عندي ثقة أترك لك يا بالكده عفتي بلحظة ودقيتي له. يا الله منك ما أغلظك. أحلى فنجان قهوة لأحلى عاشقة بالعالم.